بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا بسمع تتر المقدمة استشعرت فعلا أننا دلوقتي جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حسيت ان احنا دلوقتي جوه بيته بجد، قاعدين معاه مستأنسين بوجوده صلى الله عليه واله وسلم. حسيت ان احنا قريبين منه قوي وان هو قريب مننا قوي، ولعل وعسى القرب ده ربنا يجعلنا ان شاء الله من اقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نلقاه على الحوض بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. تعال اخويا وحبيبي قبل ما نبدا نشوف ونسال السؤال المعتاد، يا ترى مين فينا يستحق بجد ان يخش بيت النبي؟ اعمالنا تاهلنا ان احنا نخش بيت النبي؟ شوف النهارده لما واحد بيكون في جامعه او في كليه او في لسه في ثانويه وعايز يخش كليه، فبيقول مين اللي جاب فوق 90% عشان يخش كليه طب او هندسه او اي كليه تانية؟ فبيقولوا لا، دي الكليات دي لا يستحقها الا الناس اللي هم ذاكروا واجتهدوا بجد وتعبوا. فاحنا عايزين نقول مين فينا اللي ذاكر وتعب واجتهد واتبع النبي وحب النبي عشان يكون فعلا في صحبه النبي؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني المعتاد بتاعك أول كل حلقة، بقول لو إني أتيحت ليك الفرصة تقضي الليلة دي في بيت النبي وداخل عليه بهدية، وانت عارف النبي ما بيفرحش بأي هدية مادية، إنما النبي عايز حاجة تفرحه بطاعتنا لله، باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإن احنا نمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الهدية اللي ناوي تقدمها؟ والحقيقة جاتني رسائل جميلة جدا، وما تنسوش طول الحلقة يبعتوا لي SMS ان شاء الله وطول الاسبوع، وهنتلقى SMS ونختار منها ارق واجمل SMS بفضل الله، وهنعلق عليها وندعو لاصحابها بفضل الله سبحانه وتعالى. اظن يعني ما فيش حاجه في الدنيا ابدا نستطيع ان نقدمها للنبي تساوي قدر النبي، بس احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم هديه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع لاخر ليله هنقضيها مع حديث ام زرع الليله دي ان شاء الله. أمنا عائشة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها جلست مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولابد أن أنت تصلي معايا بقى، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وحكيت له قصة 11 زوجة قعدوا مع بعض في الجاهلية، وكل واحدة قالت بص بقى مش عايزين نكتب أخبار أي حد من أزواجنا، كل واحدة تحكي صفات جوزها يعني بالتحديد. فطبعا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها 7 زوجات، كل واحدة منهم ذكرت زوجها بكل اللي فيه، منهم طبعا اللي مدحت ومنهم اللي ذمت. لكن تعالوا بقى نكمل النهاردة ونعيش مع الزوجة رقم 8 قالت ايه عن زوجها، ورقم 9 و10 و11، ونكمل الحلقه الليله دي ان شاء الله، عشان الحلقه اللي جايه هنبدا في موضوع جميل جدا جدا وهيبقى مفاجاه كبيره قوي ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. الزوجه الثامنه ماذا قالت؟ بتوصف زوجها فقالت زوجي المس مس ارنب، خدوا بالكم، والريح ريح زرنب. ايه المس مس ارنب وايه يعني ايه حكايه الارانب والفراخ والحاجات ديت؟ المس مس ارنب يعني عايزه تقول ان زوجي ده راجل رقيق جدا وناعم، ويعني إنسان طيب جدا في عشرته، حسن المعشر، إنسان رقيق في بيته، إنسان عنده إحساس عالي جدا، إنسان بيتعامل مع زوجته أرق معاملة وما بيتكلمش معها غير بألق الأرق الألفاظ بفضل الله سبحانه وتعالى. وإيه الريح ريح زرنب؟ الريح ريح زرنب يعني هي عايزة تقول إن هو ما شاء الله مهتم جدا بنفسه، نظيف جدا، مهندم جدا، طول ما قعد في البيت سرح شعره، حاطط برفان، مظبط نفسه ما شاء الله بالبلدي كده على سنجة 10، على سنجة 10. ليه؟ لان يا جماعه النظافه دي من الايمان، دي حقيقه بجد، ده ربنا اللي امرنا بكده. ربنا امرنا ان احنا ناخذ زينتنا عند كل مسجد، وان احنا نتطيب، وان احنا نتعطر، وان احنا نكون في ابهى واجمل حله. وبعدين خد بالك، امنا عائشه لما سئلت باي شيء كان يبدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل الى البيت، قالت كان يبدا بالسواك. ليه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في احاديث كثيره جدا ان عرق النبي كان اطيب من ريح المسك، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، كان ريح النبي اطيب من عرق النبي، كان اطيب من ريح المسك بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. هل يتخيل حد منكم انه ممكن ان تصدر اي رائحه من فم النبي او من عرق النبي؟ محال. وان صدرت رائحه فهي اجمل واطيب رائحه. وانا هديك حديث صغير خالص يعني في قمه العجب، حديث رواه مسلم
ان ام سليم في يوم من الايام سمعت ان النبي دخل الى بيتها فقال عندها، قال يعني نام القيلولة في بيت ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنها وارضاها. فلما سمعت ذلك دخلت فوجدت النبي نائما، فلقت النبي، والنبي كان لما ينام كان ينزل من جبينه الانور صلى الله عليه وسلم عرق شديد جدا كان اطيب من رائحة المسك. فاذا بام سليم تاخذ قارورة كانت تضع فيها اطيب انواع العطر التي عندها. خدت القارورة والنبي نايم، وخدت حاجة كده زي كرتونة صغيرة كده، وبدأت تسلت عرق النبي من على جبينه وتمحطها في العطر اللي عندها. فاستيقظ النبي على ذلك وقال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا نعطره بعرقك يا رسول الله، فإن عرقك من أطيب الطيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال أصبت يا أم سليم. يبقى إذن عرق النبي كان أطيب من ريح المسك. سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن كان يسرح شعره وقعد وسط أصحابه، فقال ماذا تصنع يا ابن عباس؟ فيقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. يا جماعة الخير، حبايبي وأهلي وناسي وأسرتي، وأنا بعتبر إن احنا نفسنا كلنا أسرة واحدة، عايز أقول الاهتمام من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، إن احنا نهتم بالنظافة الشخصية. أقسم بالله دي من أسباب إقامة السعادة ومن أسباب جلب السعادة في بيوت المسلمين. أنا ياما حضرت مشاكل بين أزواج كان من أعظم أسباب المشاكل حاجتين: عدم اهتمام الزوج أو الزوجة بمسألة النظافة الشخصية، وعدم يعني هدوء الزوجة إن صوتها عالي جدا على الزوج. دي كانت أكبر مشكلتين كنت أقابلها حينما أتلقى اتصالات من بعض الناس فيما بينهم أزواجهم مشاكل. النظافة الشخصية، الزوجة، عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، كتير من الأزواج بكل أسف فاهمين الدين، سامحوني يعني فاهمين الدين شوية غلط. إزاي غلط؟ هي فاهمة إن هي لما تقوم تصلي ركعتين قيام ليل وطول النهار في ما شاء الله في الصيام وصلاة وعبادة وتسبيح وذكر لله، ثم بعد ذلك تهمل نفسها وتهمل بيتها وتهمل أولادها، هي بكده امرأة عابدة وزوجة صالحة. أخت الفاضلة، عايز أقول لك حاجة بقى وأهمس بها في أذن كل أخت مسلمة، لا، أنت فاهمة الموضوع غلط. أنت لما تقفي قدام المراية، أنا عايزك تصلي قيام ليل، وعطولي بقى ده الشيخ بيقول لي ما تصليش قيام ليل بقى وما تصوميش وما تذكريش ربنا، أنا عايزك تعملي كل ده، لكن جانب كل دوت أوعي تنسى حق الزوج، لأن حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق الزوجة، قال انظري أين أنت منه، بيقول لعمة حسين بن محصن، بيقول لها أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت أجل. قال ما تصنعي معه؟ قالت ما قالوه، يعني لا أقصر في حقي. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أنت لما تقفي قدام المراية بالساعة، مش هقولك بقى 10 دقائق، لا ساعة كاملة، تتزيني لزوجك، حطي أجمل مكياجات وأجمل عطور وتعملي شعرك أجمل فورمة وتتعلمي وتعرفي الموديلات الجديدة إيه، مش عيب لزوجك. الحاجات اللي عينه بتقع عليها في الحرام انا عايزه عينيه تقع عليها في الحلال، امال يفضل يبص بره. يعني طبعا بنقول له برده غض بصرك، يعني مش حلوه نفسه لو انا بقعد ابص بره يقول لك ما يعني، لا خد بالك من حاجه، انا قصدي برده ان هو لازم يغض بصره، لكن لو قدرا عينيه وقعت على واحده جميله متزينه متعطره لابسه اجمل لبس، عايز يرجع يشوف في بيته اجمل منها 1,000,000,000 مرة. تزيني وتعطري، ما ينفعش أخت الفاضلة تستقبليه بلبس المطبخ، يخش لابس الكمامة بتاعت الحرب الكيماوية، ما ينفعش الكلام ده كله، لازم يكون داخل ما شاء الله بيشم أطيب عطر، الله أكبر، يلاقي الزوجة متزينة متعطرة حاطة مكياجها مظبطة نفسها رشة معطر في الجو محضرة الأكل مغطياه منظفة الأولاد منظفة البيت، الله أكبر، مملكة مملكة من السعادة. لما يدخل الزوج يلاقي زوجته بالمنظر ده شيء جميل جدا، شيء في غاية البهجة. وانتوا حفظتوا عني الكلمة اللي قلتها لكم أكتر من مرة: السعيد من سعد في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يشقوه، والشقي من شقي في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. أخويا وحبيبي أخت الفاضلة، نتزين ونتعطر ونكون في أجمل وأبهى حلة، وبرضو الزوج برضو بنقول له من الناحية التانية برضو لما ربنا يكرمك إن شاء الله كده وتبقى قاعد مع زوجتك، يا ريت تبقى لابس أجمل لبس. أحيانا تلاقي أخ مثلا قاعد مع زوجته لابس البيجامة مكرمشة والرائحة مش طيبة ومش مظبط نفسه وعينيه مش عارف عاملة إزاي وشعره منكوش، وتسأله أخويا وحبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ يقول لك ما هو ما فيش حد غريب، دي زوجتي. أيوة يعني هي ذنبها إنها زوجتك، يعني برضو من حقها إن هي إيه؟ إن هي تشوفك ما شاء الله برضو، لأن برضو
زي ما انت بترغب انك تشوف زوجتك في اجمل صورة، زوجتك برضو تتمنى تشوفك في اجمل صورة. خدت بالك؟ عشان كده هذه المرأة ما شاء الله قالت ايه؟ قالت زوجي المس مس ارنب، انسان طيب وحساس ورقيق العشرة ما شاء الله، والريح ريح زرنب. اختي الفاضلة ما فيش مانع ان انت تعملي اي بيسموه نيو لوك بالانجليزي، يعني معلش يقول الشيخ بيتكلم انجليزي، ما هو احد المشايخ بيسالوه بيقول له يا عم الشيخ اللي هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال له نو، واخد بال حضرتك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. شاهد في موضوع ايه المشكله؟ البسي له عدسات لاصقه بيسموها لينزز، واخد بالك؟ مره تلبسها له خضراء، مره تلبسها له زرقاء، مره تلبسها له حمراء عشان توري العين الحمراء. المهم يعني ايه، ظبطي له المسائل عشان الزوج برضه يسعد مع زوجته. والعدسات اللاصقه لو لبستها الزوجه ما تخرجش بيها بره البيت، لان المقصود من التزين اخت الفاضله هو التزين للزوج فقط. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف الزوجه رقم 9 ماذا قالت. اظن استوعبنا الدرس. احنا بنقول الزوجه قالت ايه، واحنا بنعلق وبنربط المساله بالواقع اللي احنا عايشينه في حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الزوجه 9 ماذا قالت؟ قالت زوجي رفيع العماد. خد بالك بقى الست دي بتوصف زوج ما شاء الله، راجل حاجه بقى طول وقبها وما شاء الله، راجل صاحب منصب يعني مال وهدومه. زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. طبعا هترجم دلوقتي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. بتقول رفيع العماد، رفيع العماد يعني راجل بقى ما شاء الله من عيله ذات حسب ونسب، راجل من عليه القوم زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ طيب طويل النجاد يعني طويل القامة، النجاد اللي هي حمائل السيف اللي بتحط فيها السيف، فحمائل السيف لما تكون طويلة تدل على ان الراجل اللي شايل الحمائل ديت راجل اصلا طويل ما شاء الله، طويل القامة. عظيم الرماد، راجل كريم جدا جدا، الاضياف لا تنتهي ابدا من عندي، كل يوم ضيوف كل يوم ضيوف، فبيذبح كتير وبيشوي كتير فبيكثر الرماد، عشان كده قالت ايه؟ قالت كثير او عظيم الرماد. قريب البيت من الناد، الرجل ده كريم جدا وطيب جدا وبيحب الناس جدا، وخيره مش لبيته بس، خيره لبيته والبره بيته، خيره لكل الناس اللي حواليه. والدليل على كده الناد ده هو المكان اللي بيجتمع فيه القوم، الناس اللي في المنطقه كلها اللي في القريه كلها بيجتمعوا في النادي دوت. فلما بيجتمعوا في النادي احيانا بيحتاجوا ياكلوا او يشربوا او يحتاجوا بعض الاحتياجات، فبيروحوا ياخدوا الاحتياجات ديت من اقرب بيت موجود جنب النادي. فراح هو عامل بيته جنب النادي دوت علشان ايه؟ علشان اللي يحتاج حاجه انا بيتي مفتوح لكم 24 ساعه. فده دليل على كرم هذا الرجل. قالت ايه؟ قريب البيت من النادي. الرجل مطلوب منه ان يكون كريم مع زوجته، مع اولاده ومع الناس كلهم. الكريم محمود السيره بين الناس، والبخيل يعني سيرته ربنا ما يوريكم، يعني حاجه صعبه جدا. ولذلك لما النبي عليه الصلاه في بعض القبائل قال من سيدكم؟ قالوا الجعد بن درهم، على غير اننا نبخله، يعني بنتهمه بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واي داء ادوى من البخل؟ وفي حاجه اسوأ من البخل؟ بل ان سيدكم الجعد الابيض عمرو بن الجموح. ليه؟ كان كريم ما شاء الله. فسيرة الإنسان لما يكون كريم ما شاء الله بتبقى سيرته جميلة جدا. وأذكر هنا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة كان بيذكر قصة واحد كان في بلاد الشام، لما دخل الروم بلاد الشام ويعني غزوا بلاد الشام، فالمهم يقدر لما دخل الاستعمار عفوا بلاد الشام، وذهب الشيخ علي الطنطاوي بنفسه لبعض التجار عشان يأتوا ببعض الأموال. الناس كانت عايشة في الخيم وعايشة في أماكن صعبة جدا، فكانوا محتاجين فلوس. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى لم من بعض الناس لكن محتاجين فلوس برضه، راح لتاجر كبير جدا. فقال له يا اخي اخوانك يعني مرمين في العراء ومحتاجين فلوس. قال له انا مالي بيهم، انا الاستعمار ما جاليش انا وما حدش يدعوا بيا وانا ما حدش ياخد مني حاجه. فمشي. يقدر ربنا بعد 3 شهور الشيخ علي الطنطاوي بيقول ايه؟ بيقول فوانا بوزع الاكل على الناس في المخيمات فوجئت بواحد بيجري من قدامي مش عايز يشوفني. فرحت وراه لحد ما ادركته في مكان كده. قلت له انت بتجري مني ليه؟ قال له انت ما عرفتنيش؟ قال له لا. قال له انا التاجر اللي جتني وطلبت مني اموال لهؤلاء الناس وانا ما رضيتش ادي لك، فالاستعمار خد كل اموالي ولم يترك لي درهما ولا دينار، يا ريتك كنت خدت فلوسي كلها وكانت تبقى لله وكانت تبقى في ميزان حسناتي. تعالوا نكمل مع الزوجه 9 ولكن بعد فاصل قصير. خليك معانا وتروح يمين ولا شمال، خليك معانا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي. خد بالك احنا الآن في بيت النبي أو كأننا في بيت النبي.
يعني همس شديد جدا، وعايزين بقى كده نسمع ونشوف أمنا عائشة ماذا قالت لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وكل دوت، والنبي صامت عمال بيسمع. وقلت لك أنا في أول حلقة، يا ترى قعدت كم مرة مع زوجتك تسمع لها؟ قعدت كم مرة مع زوجتك تشوفها نفسها في إيه؟ نفسها تكلمها عن إيه؟ نفسها تعرف عنك إيه؟ أو تعرف عنها إيه؟ محتاجين ان احنا نقعد مع زوجاتنا وان احنا نفسح لهم المجال عشان يقولوا لنفسهم فيه. احيانا الزوجه بتبقى محتاجه ان الزوج حتى لو مش هيحل لها اي مشكله في حياتها بتحتاج ان هو يسمعها، وهو لو ما سمعهاش مين اللي هيسمعها؟ ربنا يبارك فيهم جميعا. تعال نشوف الزوجه العاشره ماذا قالت. قالت: زوجي مالك. وما تنساش برضو الاس ام اس ان شاء الله بهديه النبي، اوعى حد ينسى. وان شاء الله هنذكر لكم النهارده امثله جميله جدا لناس افاضل كلهم خير زيكم ان شاء الله، بعتوا هديه النبي عليه السلام وقالوا هنعمل ايه، حاجه مبشره وجميله جدا ما شاء الله. قالت العاشره: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له ابل، ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. إيه معنى الكلام الكبير دوت؟ بتقول زوجي مالك وما مالك، حد عارف فيك مالك؟ عايزة تقول يعني إيه يا جماعة، أنتوا عارفين زوجي مين؟ ده زوجي مالك. طب أنتوا عارفين بقى مين مالك بقى؟ ده أنتوا ما تعرفوش بقى حاجة، ده أنا هقول لكم بقى مين هو مالك. قالت: مالك خير من ذلك. يعني إيه؟ كل الرجال اللي أنتوا ذكرتوهم دول قبلية، لا لا لا، ده زوجي مالك أحسن منهم كلهم. وفي يعني برضو تفسير تاني: مالك خير من ذلك، يعني هو أحسن مما تظنون. لو ظنيت أنه أكرم واحد فهو أفضل من كده، لو ظنيت أنه أجمل واحد فهو أحسن من كده. عايزة تقول محدش في الدنيا يقدر يعرف يوصف زوجي وجمال زوجي وأخلاق زوجي وكرم زوجي. عمرك شفت زوجة بتقول كده عن زوجها؟ شيء جميل جدا طبعا الزوجة تبقى عارفة أن زوجها كده بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت: مالك خير من ذلك، له إبل، الجمال يعني، كثيرات المبارك. قاعدين على طول عزكم الله في المكان بتاع المربط بتاع الإبل. ليه؟ قالت: لأن هو إنسان كريم جدا، فبيعمل حساب إن لو جاله أي عدد من الضيوف لازم يكون الإبل موجودة عشان ينحر ويذبح ويأكلهم ويشويلهم ويزبط لهم الدنيا. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، ما بيخرجوش كتير زي ما قلت لك في استقبال أي ضيف يجي في أي وقت. إذا سمعنا، اللي هم الإبل بقى، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. إيه معنى الكلام دوت؟ لو سمعوا صوت آلة كده كان بيعزف فيها هذا الرجل، أو كان عنده مثلا زي فرقة حصب الله كده، خد بالك أول ما يجي ضيف يقوموا عازفين للضيف وهو داخل، فأول ما يعزفوا للضيف مين اللي بيسمع الصوت؟ الإبل. فأول ما يسمعوا الصوت على طول عارفين إن إيه، واحد هيخش حالا وياخد جمل أو جملين عشان يذبحهم علشان الضيوف اللي جم. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يبقى دي المرأة دي اتعملت إيه؟ طبعا مدحت زوجها مدح جميل جدا جدا، وده شيء جميل قوي إن الزوجة تبقى بتفتخر إن زوجها رجل كريم. إن أحيانا الزوجة بتتضايق قوي قوي إن زوجها كريم، تقول له أنت هتضيع مستقبلنا، تقول له انت هتضيع حياتنا، انت عملت وسويت. ده انا هديك مثال بسيط خالص، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان في واحد اسمه ابو الدحداح، في يوم من الايام حصلت مشكله بين طفل يتيم في عهد النبي عليه السلام وبين واحد من الانصار. كان الطفل ده ليه بستان، والانصار ده ليه بستان تاني بجوار الطفل ده. فالطفل حب يبني جدار بين بستان وبين بستان الانصاري، فجاي يبني الجدار فلقى نخله بتاعه الانصاري واقفه قدام الجدار، فقال للانصاري: تاذن لي ان انا ابني جدار حوالين النخله واخد النخله ديت ليا؟ قال له لا. قال له: طب تبيع لي النخله؟ قال له لا. قال له: طب اداني هديه؟ قال له لا. قال له: خلاص هشكوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الغلام اليتيم وشكى هذا الانصاري للحبيب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. طبعا الانصاري خدوا بالكم ما اراد ان يعصي امر النبي، لكنه حزن ان هذا اليتيم راح شكاه للنبي عليه السلام. فجه النبي مع اليتيم وقال للانصاري: اعطيه النخله. قالوا: لا يا رسول الله. قال: بعه النخله، بعها له حتى. قال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: اعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه. ايه رايك بقى؟ بس الانصاري كان لسه مغضب، فقالوا: لا يا رسول الله. مين اللي لقط بقى الكلمه ديت يا جماعه؟ ابو الدحداح. أبو الدحداح بقى واقف جنب النبي عليه السلام، فقال له: يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم آلي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل يا أبا الدحداح. فراح أبو الدحداح للرجل الأنصاري قال له: هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال له: طبعا، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ كان بستان أجمل بستان، كان قدام مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وصور، يعني كفاية إنتاجية، وكان التمر بتاعه أجمل تمر في المدينة. فقال له طبعا ومن يعرف ومن لا يعرف بستان أبي الدعداع؟ قال له خلاص هو لك بكل ما فيه من تمر وبئر ونخيل وبيت على أن تعطينا هذه النخلة. قال له هي لك. فأخذ النخلة خلاص امتلكها، وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألئن أخذت النخلة اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال إذن أبشرك يا رسول الله أني قد اشتريت النخلة وقد أعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. المشهد الثاني أبو الدحداح رايح يسلم البستان للرجل الأنصاري اللي بعله النخلة، فراح عند البستان فلقى البستان مقفول، لكن جاي يفتح الباب عشان يسلمه البستان، فقال لا أنا مش من حق أخش البستان ما أنا خلاص بعته. فلسه هيدخل الأنصاري فسمع صوت زوجته وابنه جوه البستان، فراح منادي من ورا السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبي الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. لو واحدة بقى مش ملتزمة كانت هتقول له يا فرحتي بيك يا حبيبي، يعني راح تدوله البستان اللي هو أجمل بستان في المدينة لواحد عشان خاطر نخلة في الجنة. لكن قالت إيه؟ قال فقد بعناه لله ولنأخذ به نخلة في الجنة. فقالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة من البستان يحصل مشهد مؤثر جدا. هي خارجة من البستان فطفلها الصغير خد تمرة من الأرض وحطها في بقه، فلما شاف الطفلة عمل كده راحت فتحة بقه وخدت التمرة ورمتها في الأرض وقالت سامحني يا بنية فقد بعناه لله. خدت بالك؟ فهذه الزوجة العاشرة فرحانة جدا جدا إن زوجها كريم كده. تعالوا بقى نشوف آخر زوجة اللي هي الزوجة رقم 11، وهي بقى ختم درسنا النهاردة إن شاء الله، اللي هي مين؟ اللي هي أم زرع، اللي الحديث مسمى باسمها حديث أم زرع. أم زرع بقى حكايتها طويلة وجميلة ولذيذة، وهو ده كان بيت القصيد في هذا الحديث بفضل الله. وهقول لك بقى حكاية أم زرع بس بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أم زرع ماذا قالت؟ قالت زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ حد فيكم بقى يعرف أبو زرع؟ حد فيكم يعرف زوجي؟ أنا نفسي تفتخر بزوجك، نفسي تقفي ورا زوجك وتنجحيه وتكبريه وتدفعيه للأمام، ما ترجعوش لورا وما تعطريش مسيرته ولا نجاحه، خليكي قدامه وعلى طول ادفعيه للأمام. وفي الآخر قولي أنتوا عارفين مين زوجي؟ أنا زوجي فلان ما شاء الله، زوجي اللي بيعمل كذا وكذا، جوزي اللي قدم خدمات لدينه والوطن والأسرته والأهل حي ومنطقته. عايزك تكبري زوجك. قالت زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هقول لكم عمل معايا ايه؟ اسمعوا. قالت أناس من حلي أذني، هنترجم دلوقتي، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني ايه الكلام الجميل دوت؟ الكلام الجميل ده بتقول أناس من حلي أذني، يعني غرقني ذهب، حطلي فوداني ذهب قد كده لدرجة طول ما أنا ماشية الذهب عمال يشخلل، النوس هو الاضطراب والحركة. قالت من كتر ما التاني ذهب فوداني طول ما أنا ماشية الذهب عمال يشخلل يمين وشمال، لدرجة وهي ماشية يعرفوا أنه مزارع معدية من كتر شخلالة الذهب. وده درس جميل أوي أخويا وحبيبي، بالله عليك بالله عليك أخويا وحبيبي، كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك، كل ما ربنا يعطيك وسع على زوجتك وولادك. كان مرتبك 1000 جنيه كنت بتدي لزوجتك وبتعمل لها وبتكرمها، و بقى مرتبك 1000 جنيه اكرمها زيادة، بقى مرتبك 3000 اكرمها اكتر واكتر. اوعى تبخل على زوجتك، واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خب بالك، قالت أناس من حلي أذني، يعني ملأ أذني بالذهب ما شاء الله، هي مش قصدها ودنها بس، قصدها أنه ملاني ذهب، وملأ من شحم عضضية، كان واخدها جلد على عظم ما شاء الله، تخنت وما شاء الله وكبرت عنده ما شاء الله، يعني ايه بقت مال وهدومها عنده. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني ايه بجحني؟ فضل يكبر فيا ويفخم فيا ويعظم فيا لحد ما انا صدقت فعلا ان انا بنت اكابر. كان طول ما قاعد معها يقول لها يا سندريلا، يا ست الحسن والجمال، يا ملكة مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ فضل عمال ما شاء الله يبجح اليها نفسها، بجح اليها نفسها يعني بيكبر اليها نفسها. قالت وبجحني فبجحت الي نفسي.
طيب قالت ايه بقى؟ طب هو اتجوزها منين؟ جابها منين اصلا ام زرع؟ قالت بقى وجدني في اهل غنيمه بشق، خدوا بالكم بقى، فجعلني يعني بعد ما كنت بقى كده يعني فقيره جدا جدا، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. هنترجم برضه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فعنده هي بقى ام زرع بتقول فعنده، عند ابو زرع يعني زوجها، فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقنح. اظن الكلام حلو واضح جدا يعني. طب تعالوا نترجم. قالت وجدني في اهل غنيمه بشق، يعني ايه؟ لما راح لقاها بالبلد كده فحرى سد، هي واهلها كانوا غلابه عندهم شويه غنيمات بسيطه كده بيرعوا بها في شق في جبل، مش لاقين ياكلوا ولا لاقين حاجه خالص، وناس فقراء جدا جدا، فراح واخدها تمام كده. فجعلني بقى اول ما رحت بيته، شوف اكرمها ازاي، ما قالهاش بقى ما منش عليها، ما قالها ده انت ما كنتش لاقيه وما كنتش مش عارف ايه، زي ما بعض الازواج عياذا بالله بيعملوا مع زوجاتهم. خد بالك اخويا حبيبي، عز زوجتك من عزك انت، وكرامه زوجتك من كرامتك. اوعى في يوم من الايام تهين زوجتك او تقول لزوجتك انا اللي عملتك، انا اللي اكلتك، انا اللي كبرتك، دي زوجتك حبيبتك، اوعى تمن عليها في يوم من الايام. قال ايه؟ قالت فجعلني في اهل صهيل. رحت لقيت ما شاء الله عنده خيل كتيرة جدا وأطيط إبل كتيرة جدا ودائس، الدائس اللي هو ما يداس عليه زي القمح كده، عشان نفصل القمح عن التبن يعني بالبلد، عايز تقول إنهم لقيت عندهم فدادين وأهل زراعة ما شاء الله، لقيت عندهم خيل كتير جدا وإبل كتيرة جدا وعندهم مزروعات كتيرة جدا ومنق. المنق ليها معنيين، إما إن عندهم منخل يعني بالبلد كده ناس مرفهين، ناس بياكلوا العيش متنقي من يعني منخول، والعرب ما كانوش يعرفوا المنخل، كانوا بياكلوا العيش يعني كده ايه صعب جدا يعني وخشن جدا يعني. فقالت عايز تقول احنا كنا بناكل ارق انواع العيش والجميل ما شاء الله، ودائس ومنق. والمنق برضو ليه معنى تاني، هو الذي له نقيق مثل الدجاج، يعني بالبلدي كده مختصر القول، خدها من شق في جبل من أسرة فقيرة جدا، وراح ما شاء الله ودها بقى في قصور وبساتين وزراعات وفدادين وخيول وإبل ودجاج ومن كل أنواع الخيرات بفضل الله. قالت فعنده عند زوجي بقى حبيبي ده أقول فلا أقبح، حدش يقبح قولي أبدا، حدش عيب عليا، محدش يتريق عليا، كلمتي مسموعة، فأنا مدللة، أنا محببة إلى قلبي، كلمتي بتتقال محدش أبدا يكسر كلمتي أبدا. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. إيه أرقد فأتصبح؟ يعني ما بيقوماش من الفجرية يقول لها يلا قومي عشان تعجني وتخبزي وتحضري الفرس وتعرفي الدابة وتعملي في الأرض و لا أبدا، بالعكس بيقول لها حبيبتي نامي زي ما أنت عايزة، ما هو طبعا الكلام ده كان قبل الاسلام، ما فيش بقى صلاه فجر ولا غيره يعني، نامي زي ما انت عايزه لحد ما تصحي براحتك، القصر مليان خدم وحشم يخدموك، منهم اللي بيظبط لك الفرسان بتوعك الفرس، ومنهم اللي بياكل الدجاج، ومنهم اللي بيزرع، ومنهم بيزرع، ومن اللي بيحضر الاكل، ومنهم اللي بينظف البيت، انت ما تشغليش نفسك، انت هنا برنسيسة سندريلا، انت هنا ملكه القصر هذا، انت ملكه زمانك، انت تعملي اللي انت عايزاه وتعيشي براحتك. قالت فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. يعني إيه أشرب فأتقنح؟ أشرب بمزاجي. ليه؟ ما هيش خايفة، الأكل والشرب مش هيفوتها، البيت مليان خير، ما بتشربش عشان بعد شوية مش هتلاقي شرب، ما بتاكلش عشان بعد شوية مش هتلاقي أكل، لا بتشرب براحتها وعلى مهلها قوي، يعني عايشة في نعيم شديد جدا. إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأت أم زرع تشرح بقى وتوصف لنا أسرة أبو زرع، لكن هنعرف الوصف ده إمتى؟ بعد فاصل قصير. بالله عليك خليك معانا، أوعى تروح يمين ولا شمال. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قبل ما نكمل بقى قصة أم زرع هنختمها النهاردة إن شاء الله، عايز أقول بقى بعض الهدايا، أنا مش كلها طبعا، جايين مئات الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعايزين نقول بعض الهدايا واحنا في بيت النبي لسه وعايشين في بيت النبي ومقضيين الوقت ده، فعايزين نفرح النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف اختنا اسماء محمود من مصر، قالت ان شاء الله هصوم صيام داود بهديتي للنبي عليه السلام. الاخت ناديه والاخت ايمان سليم قالت حسن الخلق والمواظبه على الصلوات الخمس. الاخ عبد الخالق النحالي قال انا كنت حافظ سلسله القران هكمل القران كله. الاخت رانيا محمد ونهى السيد وسماء ومنى من المنصوره وفاطمه وسميه امين ومدام سحر وسلمى سعد لبس الحجاب خلاص. الحاجة صفية 81 سنة قالت هعمل بالدعوة الفردية حتى أكون شبيهة بصفية بنت حيي رضي الله عنها. الأخت أم عمر من العراق ومروة ومصطفى قالوا صلاة الفجر وقيام الليل.
الأخ أبو رزيقة من السودان قال سأرحل من البدعة إلى السنة. الحاجة أم محمد من العراق قالت قيام ليل وصلاة الضحى و12 ركعة رواتب. الأخت سحر هيكل قالت هستغفر ربنا وأحمد ربنا وأسبح وأصلي على النبي 1000 مرة كل يوم. الأخت أم جانا قالت حفظ القرآن. ندى من مصر قالت التزمت الحجاب وتركت التلمس. ريهام من المنصورة قالت صليت على النبي كل يوم 3000 مرة وقريت سورة الملك. تعرفين سورة الملك تبارك الذي بيد الملك، دي من أسباب النجاة من عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الحاجة فتحية زغلول قالت وظبت على الصلاة أنا وبناتي كلهم. فاطمة من موريتانيا قالت ورد يومي عملته للصلاة على النبي. أم إسلام قالت أتصدق بعرض. يعني إيه أتصدق بعرض؟ يعني كل اللي شتمها وأذاها واغتبها هي مسمحة لوجه الله. حبيبة المليجي 9 سنوات ما شاء الله قالت وظبت على الصلاة. سميرة سعد ومنال قالت بصلي على النبي 1000 مرة كل يوم. أبو عبد الكريم قال الحفاظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم، وانتعارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. في واحد برضو ما بعتش اسمه قال سأبني مسجدا لله هدية لرسول الله، وواحد برضو ما ذكرش اسمه قال كنت رايح أشهد شهادة زور فتركتها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لهم جميعا أن يجمعني وإياهم مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا مستني الاس ام اس بتاعتكم لآخر الحلقة إن شاء الله، وهنعلق عليهم كلهم في الحلقة القادمة، وإن شاء الله نستقبل تلفوناتكم بعد شوية كده بعد ما نكمل شوية مع أم زارة. تعالوا نكمل مع أم زارة، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أم زارة ابتدت يعني إيه تحكي بقى وتشرح لنا وتوصف لنا أسرة أبو زارة. قالت أم أبي زرع اللي هو حماتها يعني ليه أم زوجها، فما أم أبي زرع؟ أقول لكم يعني أم أبي زرع، قالت عكومها رداح وبيتها فساح. يعني إيه يكون عكومها رداح؟ العكوم هي الأكياس اللي بنخزن فيها الطعام، واخد بال حضرتك؟ عايزة تقول إن بيتها مليان خير من كل أصناف النعم ما شاء الله. وبيتها فسيح، انت عارفين البيت لما يكون فسيح ده من أسباب السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من السعادة ومن بينها البيت الواسع أو البيت الفسيح. خدت بالك عايزة تقول ايه؟ عايزة تقول حماتي ست كريمة بيتها مليان خير وبيستقبل الأضياف كل يوم بفضل الله، وبيتها فسيح وبيتسع لأكبر عدد من الأضياف. وبدأت توصف بقى ابن أبي زرع، قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ عايزين تعرفوا مين هو ابن أبي زرع؟ قالت مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. نفهم الكلام ده يا جماعة، نفهم الكلام ده ان ابو زرع كان متجوز قبل ام زرع، وكان مخلف الولد ده ومخلف بنت تانية ما كانش يعني ايه قبل ما يتجوز ام زرع. قالت ايه؟ قالت انت عارفين الجريدة بتاعت النخل لما تاخدها كده وتاخد منها سلخة كده بسيطة، عايزة تقول هي دي مكان السرير بتاعه. عايزة تقول ايه؟ ان هو ما هوش مزعج، ان هو انسان ما شاء الله يعني ما تحسش بوجوده في البيت، بينام في اي حتة ولو بسيطة جدا. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة اللي هي الشال اللي عندها 4 شهور، بطول الذراع بتاعته اللي هي قد كده الصغنطوطة دي تكفيه لو حب ياكل. معناه ايه؟ معناه ان هو هادي جدا في بيته وما بيعملش ازعاج، حتى اكله بسيط جدا ما بيكلفش اهل البيت اي حاجة وليس له اي ازعاج في البيت. وبعدين بدأت توصف بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. وصفت بنت أبي زرع 3 صفات جمال جدا، قالت مطيعة جدا لأمها وأبوها. بالله عليك أخبارك إيه مع أمك وأبوك؟ وبالله عليك أخبارك إيه مع أمك وأبوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خدوا بالك، والله الذي لا إله غيره عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وحجنا وكل اللي بنعمله ده كله لا قيمة له لو كنا عاقين الوالدين، لأن لا يقبل عمل مع أخوك الوالدين. إيه الدليل؟ إحنا اتفقنا على الدليل والأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة. كم من أولهم؟ العاق الوالدين. هتحج تعتمر وتصلي وتصوم وتذكر ربنا وتصلي على النبي، ولا يقبل منك ذلك إلا ببر الوالدين. ولذلك قارن المولى عز وجل ذلك بطاعته وعبوديته، قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بالله عليك اللي قاعد قدامي، بالله عليك لو أمك قاعدة جنبك أو أبوك بص إيديهم وتأكد أن ربنا هيكرمك دنيا وآخرة إن شاء الله.
يبقى أول حاجة من صفات بنت أبي زرع أنها مطيعة لأمها وأبيها. ثاني حاجة أنها امتلأت صحة وعافية من غير نحافة ومن غير بدانة، لا هي تخينة ولا رفيعة، وسط ما شاء الله. ثالث حاجة أن جيرانها بيحسدوها على ما فيها من حسن وجمال وعفة وأدب. بدأت بعد كده توصف جارية أبي زرع، وصفت أم أبي زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع، وتحس كده من الكلام أن فيه لمسة حب كده، صح كده؟ أنت لما تكون بتحب زوجتك توصف زوجتك ووالد زوجتك ووالدة زوجتك وأهل زوجتك وتقول دول ناس أفاضل. كذلك الزوجة لو بتحب زوجها توصف زوجها وأبو زوجها وأم زوجها وعيلة زوجها كلها، محبة للعيلة كلها. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني إيه؟ يعني يقول لك ان هي لا تبث حديثنا تبثيثا، ما بتنشرش اسرار البيت ابدا، تقعد في البيت لو سمعت اي كلام لا يمكن ابدا تنشر الكلام ده بره البيت. لان يا جماعه حفظ الاسرار من اخلاق المؤمنين التي تعلمناها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحرم على اي مسلم ان يفشي سر اخاه المسلم، لان دي خيانه للامانه، خدوا بالكم. وياما اسرار بسبب إفشائها اتخربت بيوت، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. فهذه الجارية لا تنشر أي سر في هذا البيت. تاني حاجة، ولا تنقث ميرتنا، الميرة اللي هي الطعام، تنقيثة، لا تفسد الطعام ولا توزعه ولا تسرقه، إنسانة أمينة ومحترمة ومحافظة على الخير اللي في البيت. ولا تملأ بيتنا تعشيشة، يعني نظيفة جدا في البيت، ما بتخليش بقى البيت عامل زي عيش العصافير مليان ريش وخشب وقص وقش وحاجات زي كده، لكن مخليه البيت ما شاء الله زي الفل. وظلت أم زرع تصف عائلة أبي زرع حتى وصفت كلب أبي زرع. أظن تحس من كل اللهجة دي كلها إنها ما شاء الله محبة جدا لأبو زرع ومحبة لأسرة أبي زرع. لكن يقدر ربنا سبحانه وتعالى، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، اتطلقت أم زرع. طب اتطلقت إزاي؟ هي بتحكي بقى، بتقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. يعني إيه؟ كنا عمالين بنخض اللبن عشان نطلع منه الزبدة والسمنة والجبنة والحاجات دي كلها. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين، فطلقني ونكحها. تحس ان ابو زرع هو كان متجوز قبل ام زرع ومخلف الولد والبنت، فلما طلق زوجته الاولانية جوز ام زرع، فلما شاف الست دي وهو ماشي في الشارع فعجبته، لقاها جميلة جدا، فراح مطلق ام زرع وراح متجوز دي. ليه؟ هو كان من الموحدين زي ما بيقولوا، يعني ما كانش بيجمع اكتر من زوجة واحدة، واخد بالك؟ وده بيفكرني بواحد كان متجوز اتنين فماشي في الشارع بيكلم نفسه، فواحد بيقول له ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، هو حضرتك بتسبح؟ قال له لا يا حبيبي ده انا بحاسبن، واخد بالك؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فابو زرع لم يكن ابدا يجمع زوجتين، كان يجمع زوجة واحدة، فراح مطلق ام زرع وخد هذه الزوجة الجديدة فاصبحت زوجة له. ام زرع بقى بعد زواجها من أبي زرع، يا ترى قعدت بقى كده وبعد ما اتطلقت قعدت من غير زواج؟ لا، تزوجت رجلا آخر. وبه نختم هذا الحديث المبارك. قالت فنكحت بعده، يعني بعد أبي زرع، رجلا سريا، رجل من عيلة كبيرة جدا جدا من أصحاب المكانات والوجاهات في المجتمع. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا. يعني ايه ركب شريا؟ يعني بيركب اجود انواع الخيول، خيل يجري ولا يبطئ ولا يبطئ به ابدا، ما شاء الله خيل سريع جدا. ركب شريا واخذ خطيا، الخط اللي هو ايه؟ اللي هو الرمح الذي ياتي من بلاد خط اللي كانت في البحرين، خد بالك. واخذ خطيا واراح علي نعما ثرين. خد بالك الراجل ده اكرم ام زرع اكتر من اكرام ابو زرع. شوف ام زرع بقى كانت بتوصف ابو زرع وجاريه ابو زرع وام ابو زرع والعيله كلها، لكن الراجل ده اكرمها اكتر. قالت واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوجا. يعني ايه؟ ايه كل رائحه؟ يعني من الخيل والابل والاغنام والدجاج ومش عارف، من كل شيء اعطاها زوجين، يعني غرقها نعم. قالت وأراح علي نعما ثريا، أعطاني من كل الثراب بتاعته وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. أنا عارف أن أنت من أسرة فقيرة، خدي اللي أنت عايزاه وتملكي اللي أنت عايزاه، وفوق ده كل أم زرع اكرمي أهلك. جميل أوي أوي، ناخد الحتة الصغيرة دي كده. جميل أوي أن الزوج يبقى كريم مع زوجته وفوق ده كله يقول لها إيه؟ ودي هدية لوالدك ودي هدية لوالدتك.
اكرمي اختك الصغيره، حاولي تساعد اخوك في زواجه، خدي ده عشان يا سلام الزوجه تحس قد ايه زوجها بيحبها وبيقدر اسرتها تماما، ده بيقرب الاواصر بين الزوج والزوجه. فقال كلي ام زرع وميري اهلك، تقوم ام زرع تقول بعد ده كله كلمه عجيبه قوي، قالت فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيه من ابي زرع. هي بتقارن ايه بين المادات، بين الماده اللي خدتها من الراجل ده وبين الماده الابدا، هي بتقارن مقارنه معنويه. عايزه تقول ايه الفرق اللي بين البيت ده وبين البيت بيت ابو زرع اللي انا كنت عايشه فيه؟ الحب والوئام والدفء والحنان. نطلع منها بحاجه مهمه قوي قوي، اخويا وحبيبي انسى ان انت ممكن تمتلك قلب اي امراه بفلوسك ابدا، والله المراه لا تمتلك الا بالعاطفه بالدفء بالحنان. زوجة ممكن تقول لك والله ما عايزة منه حاجة، لا عايزة ذهب ولا مزارع ولا يخت ولا عربية ولا حاجة، بس ياخدني في حضنه ويطبطب عليا، يقبلني، يعاملني أحسن معاملة، يبتسم في وشي، يراعيني، يراعي مشاعري وأحاسيسي، يعاملني أحسن معاملة، وهي دي بالدنيا واللي فيها. فعلا أخويا وحبيبي نختم الحديث بتعليق النبي، احنا لسه في بيت النبي. النبي بقى سمع كل الحديث ده كله من ام من من, من عائشه، وهي بتحكي بقى قصه ام زرع وقصه ال11 امراه اللي كانوا متجوزين وبيقالوا اسرار ازواجهم يعني، ووصفوا ازواجهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، راح مختار احسن واحد، قال كنت لك كابي زرع لام زرع، وفي روايه غير اني لا اطلقك، لان ابو زرع طلق ام زرع. فهو بيقول لها انا عائشه هديك حب زي ما ابو زرع كان بيحب ام زرع، بس ابو زرع طلقها، انا بقى مش هطلقك. حاجه جميله قوي قوي، دي كانت اول ليله قضيناها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنتلقى اتصالاتكم عشان نتعايش معاكم تتعايشوا معانا، وعشان نقول يا جماعه بالله عليكم ما تنسوش هديه النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كل واحد يبعت لي طول الاسبوع اس ام اس ان شاء الله هنستقبلها وهنعلق عليها وندعو لهم بالفردوس الاعلى ان شاء الله في الحلقه القادمه. تابعونا ان شاء الله. ومعانا التليفون، السلام عليكم. الاخت ام عمر موريتانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. من قناه الناس الى قناه الرساله. ربنا يحفظك. طيبات الظهر. ربنا جئت الى من قناه الصحه قيام ارجو الدعاء. ربنا يحفظك. الله يبارك. ربنا يحفظك يا ستك، ربنا فيك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. اكرمك الله ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأستاذة حميدة من مصر، السلام عليكم. مدام حميدة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فأخويا وحبيبي أختي الفاضلة، نتمنى إن احنا فعلا نكون استمتعنا مع بعض واحنا بنقضي ليلة في بيت النبي. الدرس اللي جاي مفاجأة بجد، مفاجأة إن شاء الله، هنعيش مع بعض مع مفاجأة، بلاش أقولها، مش هتبقى مفاجأة لو قلتها بقى يعني، إن شاء الله خليها مفاجأة إن شاء الله. هنعيش مع بعض في ليلة تانية جميلة قوي قوي قوي، وهنقضي كل درس بعد كده، هو أول درس بس اللي طال شوية عشان كنا بنشرح قصة 11 زوجة، لكن الدروس اللي بعد كده هيبقى كل ليلة مفردة لوحدها، هنتناقش فيها في موضوع معين، هنخش في كل أسرار الأسر، هنتكلم عن الخطبة، عن العقد، عن الزواج، عن المشكلات الزوجية، عن الحب والعاطفة والحنان، عن بخل الزوج وعن كرم الزوج وعن تزين الزوجة وعن حل المشكلات الزوجية، وهنتكلم عن الزواج العرفي، وهنتكلم عن كل حاجة لها علاقة ببناء الأسرة المسلمة، لأن احنا بندين لله سبحانه وتعالى أن هذا الدين يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى نساء، يحتاج لبذل عظيم جدا، ولن يكون البذل إلا بصلاح الأسرة المسلمة. البرنامج ده احنا مش محددين له 10 حلقات ولا 20 ولا 30، احنا عايزين البرنامج ده معاكم العمر كله، عايزين إصلاح البيت المسلم، ده أهم حاجة عندنا ورب الكعبة. عشان كده بنقول بالله عليكم تابعونا ونتابعكم، والاس ام اس هديه النبي اوعى تنسى، ويا ريت كل واحد يبعت هديه يقول اسمه، عشان في بعض الهدايا كانت جميله جدا بس لم يذكر الاسم، فالحقيقه انا ما ذكرتهاش عشان كده في الورقه، لكن والله كنت ادعو لهم في الثلث الاخير، انا بطبيعتي ما بنامش غير بعد الفجر، فكنت ادعو لهم في الثلث الاخير بالاسم، كل واحد فيهم بدعيله ان ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. فيعني عشان كده بنقول ان ليله في بيت النبي ده برنامج نصلح من خلاله أسرتنا المسلمة بقى، نصلح من خلاله مجتمعنا المسلم، البيوت اللي تهدمت عايزينها تقوم مرة أخرى، البيوت اللي عايشة
على أخف الضررين، عايشين مع بعض عشان بنربي الأولاد مش عشان لا لا، أنا عايزك تكون بتحب زوجتك بجد. ما هي زوجتك دي أخويا وحبيبي، زوجتك دي قبل ما تكون زوجتك هي أختك المسلمة، هي أختك المسلمة، فلابد أن أنت تاخد بالك منها. ولو فقدتم الحب يا عياذا بالله فما بقي إلا الاحترام والود، فيكون في ما بيننا ود، ما يبقاش في كره، ما يبقاش في ألفاظ صعبة بين الزوجين. يبقى الزوج لازم يكون بيعز زوجته وبيحبها لأن هي أخته المسلمة قبل أي حاجة، ولأنها وصية النبي. ما أنت بتحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، حسيت من خلال الحلقات اللي فاتت ديت إن فعلا بيتك ابتدى يتغير شوية، بيتك ابتدى يتظبط شوية. طب ما إيه رأيك ما تيجي الليلة دي كل واحد، وبالله عليك بالله عليك، كل واحد يحاول يصلح زوجته، وكل واحدة تحاول تصلح زوجها، ونحاول نعمل يعني نحاول نظبط البيت مرة ثانية إن شاء الله. طب معنا تلفون. السلام عليكم. سيدة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. عامل ايه يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويعزك يا رب، ويجمعك مع النبي في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عايز أسألك سؤال يا حضرتي الشيخ. اتفضلي. عايزك تدعي الجد إن ربنا يسدد من عليه ويجيبه لي بالسلامة. ربنا يجيبه لي بالسلامة ويسدد من عليه إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا ويملى بيتكم بالسعادة والفرحة إن شاء الله. اللهم آمين، ويخلي لي ابن محمد. ربنا يبارك لك فيه محمد إن شاء الله، وتشوفيه من خيرة الناس إن شاء الله. الله يخليك يا شيخ محمود، أنا أتابعك في كل الحلقات وكل يعني الله يعزك، الله يعزك ويسترك يا رب ويبارك فيكي. وانت ان شاء الله خليتنا نصلي ونعرف ربنا يعني. الحمد لله عشان فيكم خير والله يا اخت فاطمه، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، عشان فيكم خير والله. انا عايز ما ننساش الواجب بتاع الاسبوع ده يا جماعه، عشان قبل ما الحلقه تنتهي عايزين ما ننساش واجب الاسبوع ده. بالله عليكم ركزوا معايا في واجب الاسبوع ده. الواجب الاسبوع دوت كل يوم نصلي على النبي 1000 مره ونستغفر ربنا 1000 مرة. هتقولي صعبة، هقولك على صوابعك، وده الأفضل عندي بصراحة عشان الأنامل دي هتشهد ليك يوم القيامة. لكن لو لم تستطع هات السبحة اللي هي 100 ديت اللي هي 6 سلندر دي كبيرة دي، خد بالك هاتها و10 مرات عليها بفضل الله، مش هتشتغل معاك أكتر من ربع ساعة. تصلي على النبي 1000 مرة، لو صليت على النبي 1000 مرة إيه اللي يحصل؟ ربنا جل جلاله هيصلي عليك 10000 مرة، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. فأنت لما تصلي على النبي، وأنت لما تصلي على النبي 1000 مرة، ربنا جل جلاله هيصلي عليكم 10000 مرة، ويرفعكم يعني درجات في الجنة، ويغفر لكم 10000 سيئة، وتاخدوا 10000 حسنة. ربنا يبارك فيك، اوعى تنسوا الحاجة دي. مين معنا؟ الأستاذ مخلوف من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاه والسلام. انا احيي فيك ابتسامتك الحلوه كما تقولون في مصر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. واسالك الدعاء لاني كثر عصبية احيانا في البيت يا شيخ. تدعي لي انني أن تغضب علي هذه العصبية إن شاء الله. طيب يعني النبي عليه السلام قال لا تغضب 3 مرات، فإحنا بقى لما نمتثل الأمر النبي عليه السلام إن شاء الله لن نغضب إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله. ربنا يحفظ أخويا وحبيبي، وحاول تكتر كتر. أبشرك بشيء. اتفضل. لقد استمعت لك في الحلقة الماضية ولا أعلم يعني زيك. لقد قلت بالله عليك أنت تصوم 3 أيام البيض، وقد قمتها بفضل الله. ربنا يتقبل يا رب ويبارك في عمرك ويحفظك، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يتقبل ويبارك فيك. وأنا أحب كل العلماء والقنوات الإسلامية إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ أهل الجزائر يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. ويحفظكم لنا أنتم كذلك يا شيخ. ربنا يحفظك أخويا وحبيبي ويبارك فيك. ويحفظك يا شيخ. أي تفضل. ويحفظ هذه الابتسامه في وجهك ان شاء الله. امين يا رب العالمين، امين يا رب. يعني حقيقه احبك احبك بالله. ربنا يبارك فيك ويحفظك اخويا وحبيبي، جزاك الله خيرا. كل المشايخ كل المشايخ. نعم.
ربنا يحفظ اخويا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. انا سعيد جدا جدا بلقائنا الليله دي ان شاء الله. ربنا يجمعنا يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله جل وعلا. طبعا الحلقه دي هتتعاد بعد 4 ساعات من الان او بعد 3 ساعات من الان، يعني دلوقتي الساعه 9 في مصر و10 في مكه. هتتعاد ان شاء الله الساعه 12 في مصر، واحده بتوقيت مكه ان شاء الله. وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. بالله عليكم ما تنسوش الواجب، صلاه على النبي كل يوم 1000 مره، استغفار 1000 مره. نلقاكم على خير يوم الثلاث القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.